ترأس معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. اجتماع جاء بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء وبتواجد معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، حيث تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأولى لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي جاء في مقدمتها اعتماد النظام الداخلي للهيئة وما يتضمنه من قواعد تخص إجراءات انعقادها ومباشرتها لمهامها. هذا إلى جانب بحث جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كانت قد تمحورت حول كل ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وغيرها الكثير. الهدف من اجتماع اللجنة التحضيرية هو الاطلاع على برنامج العمل. الدورة الأولى كانت لوضع الأسس والتحضير وكآليات بدء العمل، واليوم بدأنا العمل الفعلي. والهدف من الهيئة أنها تكون هيئة رئيسية داعمة للنشاط الاقتصادي في مختلف دول المجلس، النظر في كل آفاق التعاون والتنافسية داخل دول المجلس، وكذلك أيضا النظر في تنافسية دول المجلس مع باقي المناطق والتكتلات في مختلف دول العالم. طموحاتنا كبيرة، وإن شاء الله نعمل كلنا لتسخير كل الجهود حتى تكون نتائج اجتماعات الهيئة لما تصير في الفترة المقبلة ناجحة وإيجابية. اجتماع تحضيري للهيئة، فجدول الأعمال تناول عديد من المواضيع، منها تنفيذ متابعة تنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو القادة المجلس الأعلى، كذلك ما أحيل إلى الهيئة من مواضيع وأمور تخص الشأن الاقتصادي، وكذلك متابعة توجيهات أصحاب السمو والمعالي أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، كذلك العمل على ثلاث مسارات. المسار الأساسي هي دراسة المعوقات في التطوير والعمل الاقتصادي بالذات في السوق الخليجية المشتركة.